نعمل الليمون المعصفر. الليمون المعصفر السريع، هنجيب كيلو ليمون، هنجيب كيلو ليمون ونحطه في ميه مغليه، ميه بتغلي زي المكرونه، ونسقطه في الميه اللي بتغلي لمده 10 دقايق لحد ما الليمون يفتح. واحنا قلنا ازاي نعرف ان هو مفتح، هنجيب معلقه كده ونشوف نغلبه هنلاقيه فتح 10 دقايق بالظبط، هتلاقيه فتح كده أغلب، لو تلاقي من الجنب كده مفتح ونقلبه تاني هتلاقيه مفتح. طلب كاميرا من المرية نشوف ايه اللي حصل. من بعدكم بيغلي لمدة 10 دقايق ونسيبه لحد ما الليمون هيفتح. بعد كده هنشيله من المية ونحطه في البطانية، نشيله. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل بس مفيش مشاكل، نحاول ان احنا معلش عشان عايزه الكاميرا تبقى معايا. تقريبا ده قعد ربع ساعه على تقريبا لحد ما كله اتفتح. هنبتدي نطفي ايه، ناخده ناخده اما نصفيه زي ما بنصفي المكرونه، او ننشله بتاعت البطاطس اللي بنحمر بيها البطاطس، نشيل بيها البطاطس من الزيت، نحطه في طبق ونروح دلوقتي نحطه في بطانات على السريع. استنينا لحد ما نشيله من هنجيبه كده. فين في البطرمة؟ الموضوع سهل وسريع، مش محتاج اي ايه يعني، لولا ان انا تصوير وكده ممكن ياخد مني وقت اسهل واسرع من كده. انا البطرمة تمام ان ايه كده بنقلب ده، هنحطه هو سخن كده لحد ما نملى طبق، بس اهي كده لحد ما نملى طبق، يا رب تكونوا شايفين يعني اهو لحد ما نملى طبق، وبعدين اهو طبقة الملح كده، وبعدين نعمل تاني كده. اللي عايز يزود العصفر والحبهان يزود، يعني كل واحد على حسب الرغبة بتاعته. اوكي مفيش اسهل من كده. وننزلهم كمان تاني هنا كده، دي مش مسطوحة، هنرجع نعمل ايه كده كفاية يعني رشة اهي باينة كمان في الكتف اهي، ممكن نرش رشة تانية نضغط شوية نحط لحد ما نملى البطرمان كويس، نرش من فوق الحبة البركة مهمة جدا، بتدي طعم حلو ونكهة جميلة للايه. نجيب بقى مية ونحطها فيها كده بالراحة،
على جنب كده لحد ما تتملي. ما بنحطش عصير ليمون، بنحط ميه بس لحد فوق كده، وبعدين ممكن نحط رشة ملح كده سريع من فوق بس، نجيب الغطا ونقفل، نسيبه لمدة من 10 أيام ل 12 يوم، 15 يوم بالكتير يعني. كل شوية نشقر عليه ونبص عليه نشوفه استوى ولا لا، وناكله وبالهنا والشفا. هو جميل جدا، رائع، وبالهنا والشفا. هنكمل الباقي في رمضان تاني قدامكم. موضوع سهل، مش صعب، واكيد ستات كتير عارفين الطريقة دي، وفي بنات كتير ما يعرفوش. هنبتدي تاني، مثلا هناخد دي فيها مية، مش مفيش مشاكل، احنا كده كده بنزود مية. هنحط كده اهو، وبعدين ايه نكمل بحبة البركة، وبعدين بس طبعا ايه نعمل رشة مش بنفتحه زي الليمون اللي كانت جدتنا وجدتنا بيعملوه. لا، جبنا باقي الليمون وهو صفر حتى يعني، ما بنسيبهوش ما بنسيبهوش ايه يبرد على طول كده. ممكن تاني نعمل زقة شريعة كده، وبعدين نحط الباقي كده. وبعدين نحط أبسط ملح في الآخر دي. طبعا احنا حسن مش محتاج مية خلاص، أو نقطة مية. حاسه انه يعني عايز يتنقل، ممكن نجيبه فوق البطرمان تاني. حاسه ان البطرمان ضيق عليهم مثلا اهو، سريع كده اهو. ممكن اهو بحيث انه ياخد الكمية كلها. هيفضل معايا 2 3 يعني، احطهم فين بقى الاثنين؟ اختار ان انا نقلتهم اهو البطانيه تاني، عشان كده البطانيه دي يعني بنحاول ان احنا منرميهاش، تنفع في التخليل. عارفه ايه كده، محتاجه شويه ايه